عندنا اليوم تسبيح من تسبيح الملائكة. الله عز وجل أمر الملائكة بهذا التسبيح، وجاءنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخبرنا عن هذا الكنز العظيم والكثير يغفل عنه. هذا التسبيح العظيم له قدرة عظيمة يجعل السماء تتصدع عند الدعاء به، وتجعل لك دعوة مستجابة ومحققة في الحال بأمر الله رب العالمين. وهكذا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الكنز العظيم من التسبيح هنتناول إعجاز عددي منظوم خاص بهذا التسبيح. مش بس كده، هنتناول معاه إزاي نستخدم هذا التسبيح والإعجاز العددي المنظوم في آيتين من القرآن الكريم خاصين بالرعد. نعم، ذكر الرعد في القرآن الكريم له قدرة عجيبة على التشافي من التعطيل والنحس ووقف الأمور. هنتناول بتفصيل النهاردة إن شاء الله في حلقة أسرار العارفين. بس لو أنت لسه مش مشترك في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس. حلقات أسرار العارفين دائما مهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في أسرار العارفين، معكم محمد علي. هنتكلم النهاردة الحلقة على جزئين. الجزء الأول في الحلقة هنتكلم فيه عن الإعجاز العددي المنظوم لمن ينكر فضل أو سر الأعداد وارتباطها بآيات القرآن الكريم في الذكر، أو إشارة الله عز وجل في القرآن الكريم على إن الآيات القرآنية مبنية على إعجاز عددي منظوم، الغرض منه فهم بواطن القرآن الكريم وفهم إشارات ومفاتيح القرآن الكريم في التشافي والتداوي وعلاج المشاكل اللي بيقابلها الإنسان المؤمن المسلم في حياته اليومية. مش بس كده، كمان أنت تقدر عن طريق هذا الإعجاز العددي المنظوم في القرآن الكريم أن أنت تطلع على الكثير من الأسرار، وتطلع على الكثير من الأمور الخفية على الشخص العادي. وهذا الإعجاز موجود في القرآن الكريم، وكل آية موجودة في القرآن الكريم مبنية على إعجاز عددي منظوم. النهاردة هنتكلم عن آيتين في الجزء الأول من الحلقة، وهو مرتبط شديد الارتباط بمحتوى الحلقة اللي نتكلم عنه، لأن أنت لما تفهمه وركز قوي هتفهم أنت في إيدك إيه من كنز، أو هتفهم في إيدك إيه من مفتاح في شفرة من شفرات القرآن الكريم القادرة بدون أي مبالغة أن يتغير حياتك جذريا وفي أقرب وقت بأمر الله تعالى. ركز معايا وشوف الآيات اللي هتشوفها أمامك دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الأولى دي موجودة في سورة الرعد، الآية رقم 13. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحن. الآية الثانية هي موجودة في سورة البقرة، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله العلي العظيم. إخواني الكرام، نركز قوي في الآيتين دول، لأن الآيتين دول هم الآيتين الوحيدين في القرآن الكريم اللي تم ذكر فيهم الرعد، وده اللي مبني عنه الفائدة اللي هنتكلم عنها، أو الفوائد اللي هنتكلم عنها في حلقة النهاردة. الإعجاز العدد المنظوم في هذه الآيات يا أخوان الكرام، إن الآية الأولى لو جينا نعد الكلمات بتاعتها هنلاقيها عدد الكلمات 19 كلمة، ودي في سورة الرعد. الآية الثانية لو جينا نعد الكلمات مع اختلاف المحتوى بتاع الآية، ومع اختلاف المفهوم بتاع الآية، ومع اختلاف التفسير بتاع الآية، الآية الثانية لو جينا نعد الكلمات هنلاقيهم 19 كلمة. سبحان الله في هذا الإعجاز. طب نشوف بقى ليفل أعلى شوية في الإعجاز. لو جينا نعد عدد حروف الآية الأولى أو الآية الثانية هنلاقي الآيتين عدد حروفهم 86. يا الله على هذا الإعجاز العجيب. طيب إحنا نستفاد إيه من هذا الإعجاز ومن هذه الأرقام؟ هل ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا قادر على كل شيء، بس هل هذه الأعداد، إحنا اتكلمنا في العديد من الحلقات السابقة الأعداد اللي تم ذكرها في القرآن ذكر صريح. طيب لو جينا نشوف بقى الإعجاز المنظوم في الآيات القرآنية هنلاقي تطابق عجيب. طب إحنا نستفاد إيه؟ بأبسط استفادة من هذا التطابق، إن إحنا ممكن نستخدم هذا العدد المتطابق في الآيتين. يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الرعد مرتين في القرآن، وكل آية عدد كلماتها 19 كلمة، وكل آية عدد حروفها 86 حرف. طب إحنا نستفاد إيه من الإشارة؟
نستفاد من هذه الإشارة أبسط، وطبعا في مفاهيم أعمق وفي مفاتيح وشفرات أعمق، بس احنا نتكلم أو أنا بخاطب أو هناخد المفتاح اللي له غرض خاص بالناس اللي عندها تعطيل أو الناس اللي عندها مشاكل، هنستخدمه في دايرة العلاج، مش هنتبحر أو الموضوع أعمق من كده، لأنه حتى في الحاجات العميقة قوي ما ينفعش ان احنا يتم مناقشتها على العمل، ان في بعض العقول المتحجرة او المظلمة اللي بتاخد القرآن الكريم لفظي او تاخد المعنى اللفظي وما تعرفش ان القرآن الكريم كنز حقيقي، مش مجرد فقط ان انا بقرأه علشان اساب عليه او يعني مجرد العبادة، لا الموضوع اوسع واعمق ممكن. ندخل بقى على دمج هذه الآيات العظيمة الآيتين اللي تذكر فيهم الرعد مع تسبيح الملائكة اللي أمرنا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل إلى سيدنا رسول الله وقال له يا رسول الله بشتكي من ضيق الرزق، فقال له أين أنت من تسبيح الملائكة؟ قال له يعني يا رسول الله ما هو تسبيح الملائكة؟ فقال له سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله 100 مرة. وقال له أن أنت تقرأ هذا التسبيح بين الأذان والإقامة. طيب أنا دلوقتي عندي ضيق في الرزق، عندي تعطيل، عندي نحس، أو عندي مشاكل، عندي حسد صدني في عملي وفي تجارتي، أو عندي تعطيل جامد جدا مثلا في موضوع الدراسة، في موضوع الزواج، في موضوع أي أمر من أمور الحياة واجد عندك أن في تعطيل، هستخدم تسبيح الملائكة. ومش بس كده، كمان هدخل معهم هذه الآيات، لأن هذه الآيات يا أخواني الكرام اللي أنا ذكرتهم من دقائق لهم صدع قوي جدا جدا مما أنا جربته شخصيا، وجربوا العديد والعديد من حالات الاستشارات الخاصة معايا. مش بس كده، نصحت بيه الكثير من أهل العلم يعني الناس اللي متبحرة في موضوع البحث في أسرار القرآن الكريم، وجدوا منه إعجازات رهيبة في تشافي وعلاج الأمراض. لو أنتوا حابين أن أنا أعمل لكم عنها حلقات الآيتين دول في شفاء وعلاج الأمراض أعمل لكم عنه، مفيش مشكلة، بس احنا النهاردة بنخصص الموضوع قضاء الحاجات وتيسير أمور الرزق وعلاج سحر التعطيل أو الحسد اللي بيسبب التعطيل. يبقى أنا هنا هعمل بوصية سيدنا رسول الله، وهو الحديث الخاص بتسبيح الملائكة، وهأخطر وقت، وزي ما نصحه سيدنا رسول الله نصح أحد الصحابة إن هو يقرأ هذا التسبيح بين الأذان والإقامة. عندنا ما بين الأذان، أذان الفجر، وإقامة الصلاة تقريبا من 15 إلى 20 دقيقة، الوقت يمديني أو يعطيني إن أنا أقرأ هذه الآيات، إما أقرأها 19 مرة كل آية 19 مرة أو 86 مرة، ودي الأعداد اللي وضحت في التطابق المنظوم ما بين الآيتين. أقرأها 86 مرة وأنا أنصح بهذا العدد، وبعدين أقرأ التسبيح سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وأستغفر الله 100 مرة، وأقرأ سورة الشرح 40 مرة، وأدعو الله عز وجل بقضاء حاجتي. أنا مش هقسم أو مش هحلف، لأن القرآن الكريم هو كلام الله، واللي عايز يصدق ويجرب ويشوف، وما تاخدوش برضو من باب التجربة، واللي عايز ينفذ ويشوف الأثر العجيب مجرد المواظبة على هذه الطريقة فقط ما بين الأذان وإقامة صلاة الفجر، أعمل هذا الورد. هتطلع ناس تقولك أنا ما بصليش أو أنا مش قادر أصلي الفجر أو أين يكون الأمر، هو هكذا وصى سيدنا رسول الله. نضيف معهم هذا السر المنظوم من آيات الرعد اللي تم ذكرها في القرآن الكريم، بتجعل سرعة في استجابة الدعاء، سرعة محتمة في استجابة الدعاء. شوفوها، نفذوها، واكتبوا التجارب بنفسكم. مش بس كده، تعالوا نروح لمستوى اعلى، الناس اللي عندها سحر تعطيل او مصابه بالعين والحسد مسبب لهم تعطيل، ازاي نستخدم هذا التسبيح والايتين في علاج هذه المشكله. بنقرا الايات السابقه 86 مرة على مسك الغزال الاسود لو عندك، لو مش عندك تقدر ان انت تحصله من منتجات القناه، او ممكن بتقراه لو السعر مرتفع عليك، لان الزيوت الطبيعيه سعرها مرتفع يا اخوان الكرام، سعر مرتفع عليك بتقرا على زيت الحبه السوداء لو انت مصاب بسحر التعطيل في امور الرزق او الزواج او العمل او ايا يكن الامر. يقرا 86 مرة او 313 مرة، تمام؟ اتفقنا ان عدد 313 ده عدد محارب يستخدم في علاج السحر، يعني انا بعمل ورد قراني او ذكر وعندي اصابه، وعارف ان انا عندي اصابه من شياطين او عوارض، او عندي اعداء مترصدين ليا بيجددوا ليا الاصحاب، او او على طول مترصدين ليا بالعين والحسد، بستخدم العدد 313، وده انا انصح بيه. اقرا كل ايه 313 مره، واعمل التسبيح سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، واستغفر الله 100 مرة، وبقراه على المسك، وببدا اتعطر منه يوميا قبل النوم وعند الخروج من المنزل اثناء التوجه للعمل، من المجربات القاطعه والجميله جدا. حابب ارفع طاقه العلاج،
بكتب كل آية في الورقة 19 مرة. طبعا ما تنساش مفتاح نجاح الأعمال، والأقوى أن أنا أشحن هذه المادة من خلق الله اللي هو الورق، أبدأ أقرأ عليه مفتاح نجاح الأعمال وهو البسملة 19 مرة عدد حروفها. يا جماعة، عدد كلمات الرعد اللي تم ذكره في القرآن الكريم هي مرتين، وكل مرة اتذكرت الآية كان عدد كلماتها 19 وفي الآيتين، وكل آية منهم 86 حرف. مش بس كده، كمان بسم الله الرحمن الرحيم 19. الموضوع فيه ارتباط كبير جدا، بس مش ده موضوعنا وما ينفعش نناقشه في العامة. هقرأ مفتاح نجاح الأعمال اللي هو البسملة 19 مرة، الصلاة على سيدنا النبي 19 مرة أقرأها على الورقة قبل ما أبدأ. وبعدين باجي في الورقة هنا بقلم حبر الزعفران، أنت تقدر تحضره بنفسك، في حلقة موجودة في أسرار العارفين تقدر تشوفها وتحضر حبر الزعفران بنفسك، مش قادر تحضره موجود عندنا في منتجات القناة. بتكتب فوق هنا الصلاة على سيدنا النبي، يفضل لو كانت الصلاة تفريجية النارية أو صلاة الفاتح أو الصلاة الإبراهيمية اللي بنقولها في التشهد عند الخروج من الصلاة. وتحت بكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأكتب كل آية 19 مرة عدد كلماتها، الآيتين اللي ذكرتهم في أول الحلقة. وتحت هنا بكتب سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، وبعدين تحت أكتب سورة الشرح مرة واحدة فقط، وبعدين أختم بالصلاة على سيدنا النبي نفس الصيغة اللي أنا بدأت بيها. لو الصلاة الإبراهيمية بدأت بيها يبقى أختم بيها. وبقرأ كل آية على الورقة أقرأها 86 مرة، وأعطر الورقة دي وأغلفها وأحملها معايا، من الحاجات القوية جدا 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 اللي بتمنع خدام السحر وشيطان العين من ترصيد الإنسان أو ترصد في حياة الإنسان أنها تعطله عن عمله أو تسبب له الوقف في أمور الرزق والتجارة أو النجاح في حياته من المجربات القاطعة. وخلوا الآيات دي تكون ورد ليكم دايما بعد كل صلاة. نقرأ كل آية 19 مرة مع الاستغفار 100 مرة والصلاة على سيدنا النبي، وشوف أثرها العظيم. اللي أنا بتكلم فيه ده يا جماعة أو بتكلم فيه يا أخوان الكرام، مع 70% من الحالات اللي نصحته بيهم وعندهم تعطيل حقق نتائج على تاني يوم، مع 30% كان بعد 3 أيام. من المعجزات القوية جدا في قضاء الحاجات، عندي حاجة ملحة، عندي مشكلة كارثية هتحصل، اعمل هذا الورد ما بين أذان الفجر والإقامة، إقامة الصلاة، من المجربات القاطعة. شوفوا بنفسكم المعجزات وتعالوا اكتبوها في أسرار العارفين زي ما احنا متعودين مع بعض، ان احنا بنحقق المستحيل وبنحقق المعجزات بأمر الله تعالى من أسرار وتجليات وأسماء الله عز وجل. هذه الآيات يا أخوان الكرام لها أثر قوي جدا 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 للناس اللي بتشتكي من موضوع القرين أو الوساوس، الناس اللي بتشتكي من الأمراض النفسية، الوسواس القهري، التخيلات، التهيؤات، الجاسوم. ذكر أو قراءة كل آية من هذه الآيات 19 مرة قبل النوم بتخليك أنت يعني في حالة دروع نورانية بتحصن الإنسان أثناء النوم. مش بس كده، عايز أقول لكم أن هي أثرها على خدام السحر والشياطين والقرين، يعني كأنك بتصعق الخادم السحر أو بتصعق الشيطان صعقة ما يفوقش منها تاني، يعني بتخلص عليه من أول ما تقرأ الآية. من كل آية منهم تقرأها بعد مجرد ما تتم 19 مرة، أي خادم سحر موجود في مكانك، عايز أقول لكم دي من أسرار، مش من أسرار العارفين كاسم القناة، لا، من أسرار أهل العرفان أو من أسرار العارفين الحقيقيين فعلا، أنه لما كان بيتعرض لبعض السحرة أو الناس اللي بتستخدم الجن والشياطين أو أهل الحسد أو لما يعرف أنه هو مرسل، كانت قراءة الآيات دي بطريقة معينة يعني بتخلص على خدام السحر أو بتخلص على الشخص اللي بيستخدم التسليط. هذه الآيات يعني فيها كنز عظيم. فاكرين الحلقات بتاعت كاف هاي عين صاد، في ناس منها عملت معجزات ولسه لحد النهاردة بتحقق منها. هذه الآيات يا أخوان الكرام، الآيتين دول بالأخص موجودة في سورة الرعد وفي سورة البقرة مع التسبيح، الملائكة اللي أوصانا به سيدنا رسول الله ليهم أثر عجيب جدا جدا جدا، وبالأخص الآيتين لهم أثر قوي جدا على الخدام السحر والشياطين والسحرة، ونقدر نقلب أفعال السحر عليهم. مش بس كده، أنت تقدر تأدبهم وتوقفهم، موضوع كبير وفي أثر كبير. أتمنى أن أنتوا تنفذوها، لأن أنا عارف اللي هينفذها بأمر الله تعالى بيقين، ويكون عنده صدق، يعني صدق في العمل ومتجه صحيح إلى الله عز وجل، لازم ربنا سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الشفاء والفرج والرزق الواسع والنجاة من فتن النفس والدنيا. والناس أصحاب تجارب الشفاء اكتبوها وشجعوا غيركم، ما تنسوش اشتركوا في القناة وتفعيل الجرس، حلقة أسرار العارفين دايما مهمة. السلام عليكم ورحمة الله.